الانتظار. إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لما احتضرت نظرت نظرا حادا ثم قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: أترون ما أرى؟ فقيل لها: ما ترين؟ قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك.